يعني مبسوط ان الواحد الفترة اللي فاتت كان بيلاقي مساندة كبيرة قوي من جمهور النادي الاهلي طبعا العظيم، وبكرة ان شاء الله كده طبعا هقابل جمهور نادي الاتحاد، فحاجة بالنسبة لي حلوة جدا ومبسوط ان انا اشوفهم بكرة في الملعب. فيمكن بالنسبة لنا حاجة كبيرة ان احنا نقابل لعيبة زي دي، بس انت عارف طبعا احنا النادي الاهلي ما بنخافش من حد، وبالعكس احنا بنخوف اي فريق وبنخوف اي بنخوف اي حد طبعا، وبنخوف اي فريق في الدنيا احنا النادي الاهلي. ممكن الاهلي يفوز بكره؟ اكيد طبعا باذن الله، يعني باذن الله ان شاء الله هنكسب. واقول له الزول اتفرج ان يشجع الاهلي بكره، انا عارف ان هو هيشجع الاهلي حبيبي. اكيد كهربا من ان شاء الله باذن الله من الاوراق الرابحه للنادي الاهلي. يعني انا بقول له يعني من خلال خبراتي، وخليك مركز في الملعب.